استقطب المعرض من خلال فعالياته وأنشطته فئة كبيرة من عشاق السيارات في الإمارات، وكان لدلتا موتورز المختصة بالسيارات النادرة والرياضية مشاركة لافتة في المعرض من خلال تقديمهم سيارات نادرة. خلينا نشوف بهالتقرير شو قدموا. احنا من ديابلتو موتورز، بالنسبة لمشاركة العين موتور شو، احنا هاي اول سنة بنشارك في المعرض، والمعرض اضاف لي اشياء كتير، اللي هي انه بنخلي المواطنين او مدينة العين تعرف المعرض بسيارات الموجودة عنده. احنا بنشتغل بسبورتس كار، بسيارات مستعملة وسيارات جديدة، والحمد لله يعني اصداء جيدة بالنسبة لبدايتي في هذا المعرض. جايب سيارات من بينها الاس ال اس الفاب، من عندي اوستن مارتن دي بي اس اسمها يوبي، في عندي مزراتي ام سي لاين، في عندي بنتلي 2013. هاي اللي عم تشوفوها هلا هي سيارة، هي رقم 3 بالعالم، سيارة معدل عليها الكيت اللي اسمه فاب ديزاين، وسيارة بلونها مميز انتيرير واكستيرير، وسيارة سبورتي كتير للشباب، طبعا لفئة الشباب مطلوبة كتير، وطبعا كسيارة مميزة بلونها، وعم تشوف انت كيف اللون تبعها الأورنج. السيارة اللي حدها هي دي بي اس كومفورتبل، اسمها يوبي، سموها يوبي لأنها ليمت اديشن، هي طبعا ليمتد من 20 سيارة. السيارة هذه بميزة بلونها، هذا اليوبي اسمه باللون، والسيارة سعرها تقريبا زيرو مايلج 1.6. فاصل، مكملين حلقتنا من عالم السيارات وتتابعونا بعد الفاصل. سيارات كلاسيكية بالعين وفي الشارقة أيضا، كونوا معنا. مين منا ما بحب يكون عنده أغلى سيارة بالعالم أو أندر سيارة، أو على الأقل يشوفها عن قرب؟ هاي السيارة كانت موجودة حصرياً بالعين موتور شو 2013. خلينا ناخدكم جولة على مميزات هاي السيارة بهالتقرير. من خلال زيارتنا بالعين موتور شو 2013، كان في سيارة هي واحدة بهرت كل الموجودين بالمعرض، وهي هاي السيارة اللي أنا واقف حدها هلا. اسم هاي السيارة هينسي، موديل 2011، 8 سلندر، مواصفاتها هي 8 سلندر 2200 حصان. تعتبر هاي السيارة من أسرع سيارات بالعالم، طبعا سرعتها من 0 إلى 100 كيلومتر بخلال 3 ثواني بس.
طبعا الحلو والغريب بهاي السيارة ليش هي ملفتة؟ لأن ما في غير منها ثلاثة بالعالم. رقم واحد هي هاي اللي أنا واقف حدها هلأ، وهي بس في منها لون وحيد هو السيلفر، وفي غير سيارتين موجودين بغير بأمريكا وغير بلدان وهون بيكونوا لون أصفر مش سيلفر، لأن سيلفر هي الوحيدة موجودة اليوم بالعين، بالعين موتور شو. طبعاً الكل عم بيتساءل إذا أسرع سيارة بالعالم وهي الرقم واحد موجودة بالعين قديه ممكن يكون سعرها؟ سعرها 5 مليون درهم. بدي شو رأيك؟